مرحبا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الحواري ضيف أنفاس بريس. موضوعنا اليوم الاستراتيجية المينائية للمغرب في ظل التطورات الأخيرة بالأقاليم الجنوبية. نستضيف معنا اليوم أحمد لوكيلي، قبطان عالي البحار، دكتور في الهندسة الصناعية وباحث في مجال اللوجستيك الذكي. أهلا وسهلا أستاذ أحمد لوكيلي. شكرا سيدي على الاستضافة. بداية أستاذ لوكيلي، ما تعليقك على القرار الأمريكي بفتح قنصلية في الداخلة؟ وهو خبر سار، وخبر يعني كيزكي موقف يعني المغرب في أرضه، وهو غادي يزكي حتى الاستراتيجية المغربية في الأقاليم الجنوبية، وغادي يفتح أبواب وغادي يفتح آفاق جديدة، ونتمنوا الخير ان شاء الله، لان بعد هذا القرار هذا فديجا عندنا دابا ديجا عندنا شركه دابا امريكيه غتحضر في الداخل، هذا شيء مهم، هذا شيء مهم بزاف. نعم. بالنسبة للاستراتيجية البنائية للمغرب، كترتكز على مجموعة من الموانئ بالمغرب. بداية الميناء الداخلي، فين وصل الإنجاز ديال المشروع، إنجاز ميناء الداخلي الأطلسي؟ هذا السؤال عنده جوج ديال الجوانب. بالنسبه للجانب الاول على الاستراتيجيه الوطنيه المينائيه على افق 2030، يجب العلم ان استراتيجيه دارت بواحد الصفه يعني جد 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 فيها نوع من الذكاء، وجات على اثر عده استراتيجيات كانوا وطنيين. هذه استراتيجيات وطنيه اللي كانوا يعطيونا يعني افاق جديده في الاستيراد وفي الاكسبورتاسيون. دونك حنا كان خاصنا هذه الاستراتيجيات الوطنيه، كان لابد خص الموانئ خصها تتابع الاستراتيجيات هذه، ومن ثم تم وضع هذه الاستراتيجيه اللي فيها بناء خمس موانئ جدد في افاق 2030، ومنها الداخله. الو، من الداخل فين وصل الاخ الاخضر اللي وصل بها انا واللي كتجي من الوزاره، وان اي حاجه عندها علاقه بالدراسات فهي كملت. دابا الشهر المقبل ان شاء الله غتم فتح الابواب باش لمعرفه الشركات اللي غادي يتم بناء هذا الميناء هذا. وهذا الميناء البناء ديالو على حسب التقدير فهو يتطلب من 5 حتى 8 سنوات باش يكون جاهز باش العمل به. نعم. واش هذا البناء القيمة المضافة ديالو واش هو غيكون مشابه لميناء طنجة المتوسطي؟ كيف شنو المميزات ديال هذا الميناء، خاصة في ظل التوجه المغربي، التوجه الاقتصادي المغربي نحو افريقيا؟ اولا هذا الميناء كان مدرمج في 2010 يعني في الاستراتيجيه الوطنيه، كان مدرمج ودخل في استراتيجيه وطنيه. هو ماشي بحال طنجة المتوسط، لان ميناء طنجة المتوسط هو ميناء مفتوح على الاقتصاد العالمي. الداخله عنده ثلاثه ديال الابعاد. عنده البعد الاول هو انه غيكون متنفس على افريقيا، والبعد الثاني هو انه غادي يكون يعني داخل في استراتيجيه ديال تطور الاقاليم الجنوبيه. والعامل الثالث هو استغلال جميع داك اللوجستيكيات اللي كاينه في داك المنطقه، اللي عندها ثروات مهمه واللي يمكن لنا ان تطويرها بواحد الشكل يعني ذكي وقابل للتطور. لان هذا ما تنساش ان كاينه استراتيجيه وطنيه، وكاينه تعليمات ملكيه، وكاينه مستجدات. هذا الشيء كله كاينه لجنه في الوزاره اللي كتسمع لهذا الشيء كله باش تخرج بواحد المخطط اللي يكون ناجح ان شاء الله، ولم يكن له الا يطور المناطق الجنوبيه. نعم. وبخصوص يعني كاين دابا حاليا مع المستجدات الاخيره، يعني كاين تسليط واحد الضوء على هذا الميناء.
يعني كاين كاين مشروع مقبل ديال غاز ربط نيجيريا مع المغرب بخصوص نقل بخصوص الغاز الانبوب. يعني يعني كاين واحد يعني مجموعه من يعني حد المكاسب غادي يجنيها المغرب عبر انجاز هذا الميناء. شنو المكاسب اخرى اللي غادي يجنيها المغرب عبر ميناء الدخله الاطلسي؟ وهو الميناء هو اصلا الميناء مديور في مخطط المغرب لتعزيز التنمير الاقاليم الجنوبيه. بيان سور عنده كاين ما نساوش انا قضيه اخرى ديال ديال تعزيز الطاقات المتجدده. نعم. باستغلال البحر الابيض البحر سميتها المحيط الاطلسي، سواء استغلال سميتها الصناعات البحريه. نعم. الصناعات البحريه وكذلك كما قلت قبيله بوابه على الدول الافريقيه. نعم. كما قلت لكانت طنجه المتوسط مفتوح على العالم كله فالدخله غادي يكون مفتوح اكثر على الدول الافريقيه، غيكون بحال قلتي باب للدول الافريقيه وغادي يواجه السياسه المغربيه اللي مفتوحه للدول الافريقيه، لان افريقيا دابا هناك اعتراف عالمي بالخيرات ديال افريقيا وما ممكن لافريقيا انها تدور بها، وهناك دابا جميع كثير من الجمعيات وكثير من التحركات اللي مديوره باش تخلي افريقيا انها تولي يعني تابعه ليها هي، ما تبقاش تابعه دائما لقاره اخرى باش تنهض واحد النهوض اللي يكون في المستوى. نعم. نعم. وبالخصوص الاستراتيجيه ديال الموانئ، اصدرت مؤخرا كتاب في تحليل لوجيستيك الموانئ، المساهمه في خلق استراتيجيه ذكيه وتقييم السلاسل اللوجستيكيه للموانئ، وخسرته نموذج ميناء المحمديه. هذا دوافع وانني هذه عده سنوات اهتميت بزاف بما نسميه السياسات الذكيه. ومن بعد اهتميت بما نسميه باللوجيستيك الذكي ولا الاستراتيجيه الذكيه. هذا الذكاء كيعطينا واحد شيء عظيم، واننا كيخلينا شحال من مشكل كنحاربوه. نعم. المشاكل اللي كنتخبطوا فيها دابا حنا المشاكل ديال الحكامه، مشاكل ديال الانتاج، بزاف المسائل. هذا الذكاء كانه كيحاربوا وكينمي اللوجيستيك وكينمي الاستراتيجيات. فمن بدينا نناقشوا هادشي ديال الاستراتيجيه الذكيه، خصنا نديروها في واحد النموذج باش تبان مزيان. ودرناها في تقييم على اول حاجه درناها على قبل ديال الوطنيه ديال الموانئ. دونك ودرناها في ميناء محمديه غير باش تكون نموذج. اما والكتاب فهو كيضمن يعني بصفه عامه نسبه ديال الذكاء في اللوجيستيك وفي الاستراتيجي. لان علاش هذا؟ لان لقينا بكل صراحه لقينا بان العامه ما عندهاش واحد الدرايه فيما يقع فهاد العمليات نقل المواد النفطيه. ما عندناش درايه، وحتى اللي كيخدم في هاد القطاع هذا عنده درايه بالبلاصه اللي خدام فيها هو، يعني ما كيعرفش شنو واقع الاخرين. وهذا هذه لقينا هنا فيها مشكل، لان الانسان الى عرف البيئه كلها كيفاش دايره وكيفاش كتخدم غادي يقدر انه يتحسن الاداء ديالو بمعرفه البيئه كلها. لان هناك اول حاجه فهو هذا الشيء كيطلب امكانيات عاليه، هناك تضارب المصالح، لان عمليه النقل فهي كتطلب اولا عمليه بحريه وعمليه مينائيه. عمليه بحريه فيها استئجار السفينه، واستئجار السفينه فيها عدد المشاكل وعاد العبور على البناء. هذو كلهم مصاريف، هذه المصاريف لما كانش واحد تقنيات وكانت ما كانت واحد درايات فكيخلي ان الثمن تيكون شويه طالع،
ولا كان الثمن طالع شكون اللي كيأدي؟ كيأدي هو الاخير هو المواطن، لان في التالي شكون اللي كاين؟ كاين الثمن الاخير هو التكلفه الاخيره كتجي من التكلفات المتراكمه. اذا قدرنا اننا نقصوا من ذاك التكلفه فكل شيء غادي يربح. وبينا في الكتاب هذا بان جاوبنا على بزاف الاسئله، منها على البنيه التحتيه، على التشريعات هل هي مناسبه لهذه الموارد، بينا على هل هناك تنسيق ما بين المحطه وما بين السفينه، بينا كيف يمكن تقليص من تكاليف المرور البحري والمرور عبر الميناء، بينا كيف يمكن التقليص من التعويضات المرتبطه بانتظار السفن والتاخر في تسليم بضائع، بينا هل يستفيد هذا المرور من الاصلاحات المينائيه، وبينا اي استراتيجيه فعاله للإصلاح، وأخيرا بينا واش البيئة المهنية مواتية لتطوير هذا النشاط في مواكبة التطور الاقتصادي. نعم، وعلى مستوى الموارد البشرية كيفاش كتشوف أستاذ لوكيلي الموارد البشرية في إعدادها نحو تسير الموانئ، أو يعني نحو تأهيل موارد بشرية ذات كفاءة عالية في تسير الموانئ والمجال البحري؟ وسؤال اللي مطروح حتى في الاستراتيجيه الوطنيه ديال الموانئ، عندهم واحد 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 بلاصه على 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 التكوين، لان كما بغات تكون استراتيجيه وكما بغا يكون الاليات وكما بغا يكون الذكاء وكما بغا يكون كل شيء، لا بد من الانسان. الانسان لا بد خصو يكون الحضور ديالو، وهذا الانسان خصو يتكون. لهذا خص تكون واحد المنظومه موحده. يعني دابا كنشوفوا مثلا الخدمه ديال الوزير مولاي حفيد العالمي كيدير خدمه كثيره، ودار واحد المقترحات كبيره، ودار واحد التطورات كبيره، ولكن داك الشيء ما كنلقاوهش مازال في لا فورماسيون في التكوين. لان انا كنظن بان خصو يكون داك الشيء موحد حتى المدارس والمؤسسات والجامعات خصهم يواكبوا هذا التطور، لان ما يمكنش نطوروا في واحد النطاق ونطاق اخر ما نطوروش فيه. يعني خص تكون عندنا كل خمس سنين خص يكون عندنا واحد 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 نظره شامله على التكوين، ويتبدل التكوين. لان مع الاسف المغرب شنو عندنا؟ عندنا معهد الدراسات البحريه وعندنا معهد التكوين المينائي ما كافينش باش اننا نواكبوا هاد التطلعات وهاد الافاق ديال اللي غادي بهم في المغرب. شكرا جزيلا استاذ لوكيلي على كل هذه التوضيحات، ومشاهدينا الكرام شكرا جزيلا على المتابعه، ونضرب لكم موعدا جديدا في حلقه جديده من برنامج ضيف انفاس بريس.